بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا مرحبا بكم من جديد في لقاء جديد مع ملوك الصالات. الحقيقه النهارده احنا مش طالعين نغطي ماتش او طالعين نغطي لقاء، ولكن طالعين نحتفل ونكرم فريق الحقيقه بقاله سنتين يعني عامل انجازات كبيره وشغل يعني كان توج ببطولات. الحلو ان انت تبقى بتشتغل وفي الاخر بتتوج ببطوله في الاخر. الاول انا هبتدي معاكم بخبرين او خبر مهم، وبعد كده طبعا هنطلع على تقرير سريع، تقرير مصور عن الفريق، وبعد كده نرجع طبعا نستقبل ضيوفنا. طبعا ضيوفنا هيكونوا الفريق الاول للكره السله سيدات. الحقيقه الفريق ده العام الماضي نافس بقوه على كل البطولات، خد دوري المرتبط، نافس بالدوري، وكان هو يعني مش عايزين نقول كان الاقدر والاحق لانه كان سابق المنافس نادي سبورتنج، وبعد كده تم التعادل، وبعد كده لعبوا مباراه فيصل فقدوا فيها الدوري، ولكن دوري المرتبط والكاس فازوا بيه. السنه دي نفس الكلام، بادئين بدايه كويسه، ولكن الاختلاف كان في السنه دي ان لو فصلنا نتائج المرتبط عن نتائج الدرجه الاولى على الفريق الاول، كان الفريق الاول برضه متصدر الدوري بنتائجه، يعني لعب 17 مباراه ما خسرش غير مباراه واحده. نفس الكلام المرتبط، يعني لما حطوا النتيجتين على بعض طبعا توج النادي الاهلي بطل المرتبط، ولكن لو فصلنا المرتبط فريق 16 سنه هو بطل عمره او المرحله السنيه دي، وفي نفس الكلام بالنسبه للدرجه الاولى هو بطل مرحلته. فكانت دي اول يعني حاجه جديده حصلت السنه دي في فريق السله للسيدات. طبعا فريق السله بيقوده الكابتن هاب الالفي، واحد طبعا من اكفأ المدربين الموجودين في مجال الباسكت، وكمان لما مسك فريق السيدات برضه دفع قويه جدا في مجموعه من اللاعبات كويسين جدا جدا، والحقيقه ثبتوا نفسهم في اعمار سنيه مختلفه. خلينا هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله لما نستضيفهم. خليني في الخبر اللي انا عايز اقوله، ان فريق كره اليد او المنتخب الاول لكره اليد بيشارك في بطوله في فرنسا. الحقيقه اهميه البطوله دي ان مصر تستعد لبطوله الامم الافريقيه لكره اليد، فطبعا كان مناسبه جدا ان هم يطلعوا بطوله في يناير، اول يناير لكره اليد. الحقيقه بتقام في فرنسا، اسمها ريجاس دومي. البطوله دي اهميتها ان مصر هتلاعب ثلاث فرق من اقوى الفرق، يعني هتلاعب الدنمارك يوم 4 يناير، مصر وفرنسا يوم 6 يناير، مصر والنرويج يوم 7 يناير. الحقيقه ثلاث فرق من اقوى الثلاث فرق في اوروبا، بينضم ليهم مصر اربع فرق. البطولات دي بيسموها يعني 3 or 4 days tournaments، بيسموها البطولات 3 او 4 ايام. المنتخب مصر بيشارك في البطوله دي استعدادا طبعا لبطوله افريقيا. كل التوفيق لمنتخب اليد طبعا كابتن هشام نصر طبعا رئيس الاتحاد في اول مهمه ليه مع المنتخب، كل التوفيق ان شاء الله ليه. سريعا هنروح دلوقتي لتقرير عن الفريق الاول او في او عن الفريق الاول سيدات لكره السله، وهنرجع طبعا نرحب بضيوفنا اللي هينضموا لنا في الاستوديو. لحظات وارجع لحضراتكم تاني. استطاع فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرته على السيطرة على اللعبة في مصر بعد الأداء والنتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني. للعام الثاني على التوالي سيدات الأهلي أثبتن قدرتهن على الفوز بالبطولات، فبعد أن توج الفريق في الموسم الماضي بلقب بطولتي دوري المرتبط وكأس مصر، نجح الألفي في قيادة فريقه للحفاظ على بطولة دوري المرتبط، مؤكدا رغبته القوية في الفوز بالثلاثية المحلية وهي كأس مصر والسوبر إلى جانب دوري المرتبط. سيدات الأهلي حسموا بطولة دوري المرتبط هذا الموسم بدون هزيمة، حتى تعرضوا لأول خسارة على يد فريق سبورتنج في مباراة كانت بمثابة تحصيل حاصل. بالنظر إلى نتائج الفريق قد يعتقد البعض أن المنافسة كانت سهلة أو غير متكافئة، ولكن الواقع كان مغايرا، حيث أن فتيات الأهلي واجهن فرقا عديدة وقوية هم سبورتنج والشمس وهليوبوليس خلال الدورة المجمعة النهائية لدوري المرتبط، ونجحن في فرض شخصيتهن وأسلوبهن على منافسيهن. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا سريعا تعريف سريع بالفريق الاول لكره السله سيدات. طبعا
في البدايه احب ارحب بضيوفي، احب ارحب بالكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن عايز. نورنا في الاستوديو. الله يخليك. الف مبروك على البطوله. الله يبارك فيك. ان شاء الله تكون ضيفنا دايما في التكريمات يا رب. يا رب ان شاء الله. معايا كابتن الفريق يعني المكوك اللي ليه دور كبير في الفرقه جوه وبره وعلى البنش في كل حته هتلاقيها معانا، دينا عمرو كابتن الفريق. ازيك يا كابتن؟ اهلا بحضرتك. مش عايزه ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك. معانا احسن لاعيبه ارتكاز في مصر مركز 5 ولاعيبه ما شاء الله طالعه بسرعه الصاروخ، ترمومتر الفريق لما بنلاقيها فوق الفرقه كلها بتبقى فوق، سكورر تلاقيها، ريباوندر تلاقيها، فاست بريك تلاقيها. معايا ومعاكم نور علي طلعت. ازيك يا نور؟ الحمد لله. منورانا. ميرسي. يعني خمسيه مصر دي ما بهزرش انا. ميرسي لحضرتك. معانا طبعا شوتت الفريق وشوتر الفريق اللي طبعا يعني ليها دور كبير جدا برضو دفاعيا وهجوميا خاصه في التصويبات الثلاثيه. معايا سهيل هشام. ازيك يا سهيل؟ ازي حضرتك يا كوتش؟ منورانا في الاستوديو. ميرسي. يمكن ابتدي كابتن ايهاب، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. بطوله غاليه علينا وبطوله غاليه على النادي كله، جايه في اول الموسم طبعا ليها مدلول كبير. تحب تقول ايه بعد الكاس ده؟ طبعا الحمد لله. يعني اولا انا ببارك لكابتن حمدي الصافي وفريق كره الطايره انسات، هو افتتح البطولات بالبطوله العربيه فببارك لهم واحييهم. بس انتوا حاسمين البطوله قبليهم. بس احنا حسمنا فعلا البطوله قبليهم. فاكر ازاي؟ مظبوط، احنا فعلا حسمنا البطوله قبليهم بيوم. الحمد لله. يعني بطوله المرتبه السنه دي بطوله قويه، البنات تعبوا جدا وعملوا بطوله كبيره. الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز ب 17 مباراه زي ما وضحت في التقرير الاولاني. يعني الحمد لله بسكور كويس واداء كويس، اداء ونتيجه، باستثناء اخر مباراه اللي هي كانت تحصيل حاصل. ف يعني كنت اتمنى ان هم يظهروا بالشكل اللي لعبوا بيه 17 مباراه، لكن هم الحمد لله ادوا اداء. بس الاول اول سنه كابتن ايهاب بالحقيقه تبقى فريق، لو فصلنا نتائج المرتبط عن الدرجه الاولى، كل فريق سواء الاول او المرتبط واخد كل ماتشاته. بص او واخد يعني واخد اعلى نقط. الحمد لله احنا فرق بيننا وبين سبورتنج الثاني نقطتين حتى بعد الخساره، يعني قبل الخساره احنا كنا الدرجه الاولى بس فارقين 4 نقط، الصغيرين كانوا فارقين نقطه عن سموحه، لان سموحه هو الثاني في المرتبط. مش سبورت. مش سبورت. فهم ستارز انا بحييهم وببارك لهم، هم كسبوا، هم اول مرحلته في ستارز سنه، واحنا الدرجه الاولى الحمد لله احنا اول في الدرجه الاولى اول مرحله، فبالتالي لما نجمع النقط على بعض بقى في فرق 7 نقط بيننا وبين نادي سبورتنج. يعني الحمد لله كنا مخلصين قبل اخر مباراتين، يعني قبل ماتش سبورتنج وقبل ماتش هليوبلس كنا رسميا احنا بطل المرتبط. ده اللي فارق عن السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت خسرنا مباراتين، خسرنا من سموحه وخسرنا من سبورت. السنه دي الحمد لله خلصنا قبل ما نخسر حاجه خالص باستثناء اخر مباراه. فده كان الانجاز، لان احنا الحمد لله كسبنا كل الفرق، كسبنا يعني مثلا كابتن هيثم سبورتنج. مباراه سبورتنج قبلها كان في اسكندريه، مباراه قبل المباراه دي. دي كانت احلى مباراه في وكان السكور عدت 90 نقطه في الفريق. مظبوط، كنا 86-79. دي يعني شهاده كل الناس اللي متابعه الباسكت بول، كانت احسن وامتع مباراه 86-79. كانت يعني فيها باسكت بول. قالوا لي عليها فعلا مباراه هايله جدا، كان فيها باسكت بول على مستوى عالي دفاعيا وهجوميا، وكان فيها بقى كل الناس موجوده. يعني النادي الاهلي كله بلا استثناء كابتن حسن كان موجود في اسكندريه. صحيح. كل الناس بلا استثناء، كابتن عاصم السعدية مدير الشوط الرياضي، كابتن اشرف الفار مساعد مدير الشوط الرياضي موجود، كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين موجود، كابتن نبيل طبعا موجود عشان الفريق مرتبط موجود، كابتن طلال غنام موجود. صحيح. فريق الدرجه الاولى اولاد كان كله موجود بفرق المرتبط. فده كانت الجمال، ان كل النادي كان دي مباراه فاصله ومهمه جدا عشان نرجع القاهره واحنا عندنا فرق في النقط يريحنا في الدوره المجمعه الثانيه. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. دينا قولي لي بقى، انت البطوله دي ما شاء الله بقى لكم سنتين ثلاثه ماشيين كويس جدا. الحمد لله. البطوله دي كانت مهمه، يعني مهمه في اهميتها في ايه؟ اولا طبعا هي دي ثالث سنه على طوالي الحمد لله احنا بناخدها. تاني حاجه عشان
يعني نوصل مسج كده من اول السيزون ان باذن الله احنا ناويين نعمل حاجه السنه دي كويسه قوي. الدوري سوبر ان شاء الله السنه دي مش هيعدي زي السنه اللي فاتت، وباذن الله برده احنا خدنا كاس مصر السنه اللي فاتت، فان شاء الله برده السنه دي احنا ناخده. فهي كانت من الاول كده يعني احنا كنا عايزين ان احنا نبدا بدايه جامده ان احنا نكمل عليها السيزون كله، ربنا يكرمنا. يعني قولي لي انت يعني من اللاعبات القليلات اللي بلاقيهم يعني بيحبوا يدافعوا، يعني كل الفرقه كويسه بامانه، انا شايفك بتبصي ازاي. لا بس انت يعني من النوع اللي هو يعني بينزل عايز يعمل فرق في الدفاع، يبقى في يعني حماس وفي لعب بقوه حتى لو الفرق كبير، ما تبصيش للسكور ده. يعني الموضوع ده انت شايفاه مؤثر ولا في ناس كتير بتقول لك الدفاع ما بياكلش عيش؟ خلينا نتكلم بامانه، اكيد شايفاه مؤثر وليه بتتكع على الموضوع ده؟ لا هو طبعا الديفنس عامه ده مهم جدا، ده احنا حتى كابتن ايهاب والسيستم بتاعنا هو مش بيهمه الاوفنس على قد ما هو بيهمه الديفنس. فحتى احنا لا يعني لما بنيجي نلعب اي جيم بيبقى لازم في بريشر عالي قوي، بقى عندنا كذا خطه بنلعب بيها لازم نعمل ديفنس فيها كويس. فلا ما ينفعش ما يبقاش الديفنس مش كويس او هو مش بياكل عيش زي ما الناس بتقول، بس لا هو مفتاح لعب كبير قوي. وانت حاسه بقيمه ده؟ وده على فكره كلام مظبوط، لان يعني المكسب بيبتدي من الدفاع. هي دي حقيقه. هنشوفك في المنتخب امتى دي؟ والله يا كوتش هيثم انا طول عمري في المنتخب الحمد لله، فمش حاجه يعني كوكا. الحمد لله كده كده بس انا سمعت ان الحمد لله المواضيع قربت والجهاز بدا يكلمك الفني. لا والله كده كده الحمد لله انا مع يعني مع كابتن ايهاب كده كده عملت فتره اعداد الحمد لله السنه دي كانت كويسه قوي. بس الناس قالت لك انت تستحق تكون في المنتخب، انا اول واحد قلت. والله يا كوتش هيثم اكيد الحمد لله، بس يعني كده كده مش حاجه الحمد لله هتقلل مني ولا هتقلل من اي حاجه حصلت قبل كده. بس المنتخب اكيد شرف كبير. اكيد طبعا انا اكيد نفسي ابقى فيه، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. على فكره مش مجامله ليكي عشان انت بنت النادي الاهلي او حاجه، بس انت تستحقي تكوني في المنتخب، وانا واثق ان الجهاز الفني المنتخب طبعا تالي كابتن عمرو عاشور هو المدير الفني صح ولا انا؟ السنه اللي فاتت كان هو المدير الفني، مش عارفين هو بس انت حقيقه تستحق تكون هناك ان شاء الله. ان شاء الله ده شرف ليا طبعا، يعني بتأدي دور كبير جوه الملعب وبره الملعب باذن الله يا كوتش. طب انت البطولات اللي جايه بالنسبه لك، احنا لسه عندنا ان شاء الله دوري السوبر وبعد كده الكاس او بطوله الكاس، وبعد كده عندنا ما اعرفش اذا كان كابتن ايهاب هيشارك في بطوله عربيه في الاولمبي او بطوله ان شاء الله هتعمل في الاولمبي. يعني عندكم طمع في البطولات ولا حاسين ان هو لا ده كده جبرت بقى واحنا كده؟ لا لا طبعا احنا حتى برغم الخساره من الماتش الاخير، بس احنا فعلا كنا نازلين احنا عايزين نكسب الجيم ده، ما كانش فارق معانا بقى احنا خلاص البطل او كده، فبس ربنا ما كرمناش. بس يعني احنا لا ان شاء الله ناويين ان الثلاث بطولات السنه دي سواء بقى كمان هيبقى في منطقه مش عارفين، بس يعني باذن الله الثلاث يعني السوبر وكاس في النادي الاهلي ان شاء الله. يعني وتقريبا هو كمان في قرار جديد للاتحاد ان احنا كلنا نخش صفاره، كان نفسي ان احنا نخش بنقطنا اكيد هتفرق معانا، بس باذن الله زي ما بدانا دوري مرتبط كويس قوي ان شاء الله السوبر يبقى كده، وباذن الله كاس مصر احنا عندنا اول ماتش هيبقى مع الشمس وفي الشمس، فان شاء الله ده يبقى نقطه البدايه لينا باذن الله ان شاء الله. كنت عايزه مرسي نور، قولي لي يعني ما شاء الله عليكي، انا بقول ان انت ترمومتر الفريق بالذات في الهجوم، هتكلم بصراحه ليه؟ لو توفقتي بتحطي الفرقه في حته ثانيه خالص بامانه، يعني بالذات في اللعبه تحت الحلقه في المتابعات الهجوميه بالذات، يمكن دفاع طبعا موضوع مفروغ منه لان كابتن ايهاب السيستم بتاعه دفاع. يعني انت حاسه بالكلام ده ولا انت بتنزلي تلعبي وخلاص وزي ما تيجي؟ لا ببقى حاطه الموضوع في دماغي. لا لا ببقى حاطه الموضوع في دماغي وعارفه ده كويس، وعلى قد ما بقدر بعمله، بس هو الماتش الاخير الصراحه ربنا ما كانش موفق. لا الماتش الاخير ده انا عايزك تشيليه خالص لانه ماتش تحصيل حاصل واحنا فاهمين ده والناس كلها فاهمه، احنا ما بنشتغلش بالقطعه بنشتغل بالبطوله. مهما كانت دوافع اللعيب انه عايز يلعب ماتش وهو تحصيل حاصل، مهما قعد المدير الفني والناس انت نفسك خلاص البطوله حسمت، يعني مهما كانت الدوافع الثانيه موجوده هي البطوله اكبر دافع، فالماتش الاخير ده نشيله خالص من حساباتنا. بس انا عارف ان انت الفتره اللي فاتت كلها ما شاء الله عليك يعني ماشيه كويس يعني. الحمد لله. طب قولي لي انت يعني لما بتنزلي الملعب يعني اكتر حاجه بتحبي تلعبيها ايه؟ يعني مثلا سي انا لو لعيب خمسه، في لعيبه بتحب الكره تنزل لها، في لعيب يقول لك لا انا عايز الكره بره وانا العب وانا انت احسن سيتويشن تقدري تلعبي منه تحت الحلقه ايه؟
لا بحب اكتر ان انا العب بره، واللي هو اشوف السيتويشن ينفع ايه، ان مثلا اشوط ادخل يعني تستلم الكره بره وتبتدي انت تلعبي بالدفاع تشوف ايه، ما تحبيش الكره تنزل لك تحت؟ لا لا لا، اما لو تحت بقى يبقى ريباوند مثلا، بعمل ريباوند واحط الباسكت. طب بس ده على فكره يعني بيبقى اسلوب لعب صعب شويه، لان انت ممكن يجي لك هلب، ما انت لو انت تحت الحلقه لفه بتبقى خلاص بتحطها، بتلف نص لفه بتبقى انت والحلقه. لما بعيد شويه ممكن تلاقي مساعدات دفاعيه كتير جدا. ما انا بقالي كتير قوي بلعب كده، فاللي هو بقى حفظت خلاص، وكمان الناس اللي بلعب معاهم ببقى عارفه مثلا ان دي هتيجي تعمل هيلب مثلا، وزميلتي واقفه في الحته الفلانيه في موفز بتعملوها، بقى لنا كتير بنلعب مع بعض، فاللي هو حفظنا بقى ان لو حصل سيتويشن معين هلاقي سهيله مثلا واقفه في الاند لاين، دينا واقفه على 3 بوينتس كده يعني جاهزين. طب قولي لي بقى، انت بتسمعي توجيهات بابا ولا ماشيه بدماغك؟ لا هو بابايا مدرب كبير، وكان بابايا مش بيتدخل قوي في طريقه لعبي، والتوجيهات اكتر من كابتن ايهاب يعني. كابتن ايهاب ده كلام سياسه بس يا كابتن، على فكره نور تلعب كتير طالما قالت كده. طالما نور قالت كده تلعب كتير يا كابتن لو سمحت، يبقى هي كده مع الجهاز تبقى تمام. لا لا يا ما شاء الله عليها، بس انا هي فعلا بتتكلم صح، هي نور يعني بص كابتن ايهاب، نور بتلعب 4 و5 يعني، هو الناس بس مصنفينها ان هي خمسيه، لا هي نور تقدر تلعب فور، بتاخد الكره اوتسايد تخش بيها ان، وعندها كمان ميزه ان هي بتخش الكره على اللو بوست تعرف تلعب يعني. هي كمان هي دي الميزه في نور، فلذلك هي زي ما انت بتقول ساعات لو هي متوفقه فعلا بتعدي ال 20 بونت، بتحط الفرقه بتعدي ال 20 بونت، لان هي عندها حلول، هي عندها بتشوت 3 بوينت، من الناس البنات القليله في مصر اللي هي بتشوت 3 بونت، هي عندها شوطه، بتلعب يعني فور، بتاخد الكره تخش بيها لحد الحلقه، دي ميزه داخله يمين وداخله شمال، وكمان تحت الباص عندها فوتور كويس، بتعرف خلص الكوره. بس انت بقى في كوره، بس انا وحظنا بقى ان شاء الله، بس انت في كوره ده غريبه بتحصل كده، بشوفها برده بتخلص يعني بطريقه، دي حاجات مش متضايقه، مش كذا انت في الموضوع ده. الاقي كور بتروح كده وكور بتروح كده، والاقي في الاخر بتخش، بس هو اسلوب لعب يعني، ده اسلوب لعبك يعني، ما يحترم تعظيم سلام، كسبينا واعملي اي حاجه انت عايزاها. طب قولي لي برضو يعني طموحاتك، ده مهم جدا، اللعيب لو من غير طموح، انا شايف ان انتوا فرقه مثلا لو دمت، انا وجهه نظري شخصيه ملهاش علاقه بكابتن ايهاب طبعا، هو الاستاذ وهو رئيس جمهوريه الفرقه، لو تم تدعيمكم مثلا باثنين ثلاثة لعيبه اجانب يقدروا يتنافسوا على افريقيا، عندك طموح لافريقيا؟ اكيد، احنا اصلا كنا في اول سيزون بنقول للكابتن قوي ان احنا ندخل افريقيا او كده، بس الكابتن ما حبش، مش عارفه ليه. ما هو بصي المشاركات، لا المشاركات الافريقيه ما بتجيش فجاه، يعني ايه؟ الاول لازم محليا زي ما بيقولوا بالبلدي تركب، تبقى انت محليا انت نمره واحد. بعد كده النادي يبتدي يتشجع، بطوله عربيه تبقى فيها اداء كويس، بعد كده تفكر في افريقيا. فهو طريق معروف. يعني الرجال ما راحوش افريقيا لما خدوا الدوري المحلي. فبيتهيألي الطريق معروف. يعني انتوا لو اثبتوا نفسكم وطلبتوا تنظيم افريقيا اكيد النادي مش هيتاخر. ما ان شاء الله بقى السنه دي لو ما نكسب الدوري السوبر نطالب بافريقيا وناخدها. وانت حاسه الفتره اللي فاتت النادي مركز معاكم، يعني انتوا حاسين حاسين بده؟ لا في فرق الصراحه يعني، حاسين بده يعني، حاسين ان الناس كلها والناس الاعضاء جوه النادي والناس كلها ملمومه حواليك ولا لا حاسين اكيد بس ده بيحط على يعني مسؤوليه كبيره، لازم كل بطوله تاخدوها ان شاء الله. سهيلة قولي لي بقى ايه قصه الشوتينج ده؟ يعني طالعه يعني يعني بتشوت كتير يا كابتن في التمرين ولا ولا هي تالنت كده؟ لا هي سهيلة يعني نمر عليها شويطه، بس هي الاهم ان هي يعني مفتاح دفاع يعني، او كارت في الدفاع، هي الكي بريشر بتاعنا يعني. هي سهيلة من اهم ميزاتها ان هي بتدافع كويس قوي، هي بتعرف تضغط على الكوره كويس، فدي ميزاتها اكتر حاجه يعني، هي بتدافع كويس قوي وشوتر 3 بوينت وبتقرا على الفاست بريك. في حاجه رابعه بقى يعني صراحه يعني بقى الكواليس بقى، هي روح الفريق صحيح. يعني سهيلة لما اتصابت كان لا انا شايف اهي ما شاء الله كان عندنا مشكله في عينيها في عين زمايلها، مجرد بنظره كده بتجيب كل حاجه. لا والله بجد يا كابتن حسن بجد، انا بتكلم على كل واحده فيهم ما شاء الله، زي ما بتكلم بره الهواء نفس الكلام يعني. هي فعلا لما اتصابت كان في الاوتيل حاله حزن غير طبيعيه، البنات كلها الحمد لله نطمن الناس متاثرين بيها الحمد لله. الحمد لله احنا اتخضينا بس في الام ار الاولاني والحمد لله دلوقتي احسن يعني. بس محتاجه علاج طبيعي دي، ومحتاجه تقويات. محتاجه نظام معين في الجيم وفي الملعب برضو قبل ما انزل الباسكت، في برنامج تاهيلي يعني المفروض محطوط. هترجعي امتى المفروض يا سهيلة؟
لسه مش عارفه، بس هو يعني اسبوعين ان شاء الله. اسبوعين ان شاء الله. طب انت لسه حاسه بوجع في الركبه ولا؟ احسن كتير اكيد. الاصابه بقى لها اسبوع تقريبا، بس لا دلوقتي يعني احسن كتير. كانت في ماتش سبورتنج ولا كانت؟ لا كانت في اول ماتش في الدوره المجمعه الاولى، كان مع الشمس، كنا بنلعب على ارض سبورتنج ووقعت بقى. لفت ها؟ اه. بس طب ورحت للدكتور طبعا وجهاز الطبي؟ عملت طبعا MRI، والدكتور اللي معانا كانت معايا طول الوقت، وبعد كده رجعت تاني عملت MRI تاني عشان نطمن تاني. بس وشغاله دلوقتي بقى على التقويات وكده. طب الحمد لله. طب قولي يا سهيله، يعني انت من اللعيبه الشويطه في الفرقه، وده بيبقى عليه دور كبير. الشويط ده عامل زي اللعيب اللي اقول ايه، لو موده وحش بيعكن الفرقه كلها، لان هو زي ما بيقول هو طيران الفرقه. يعني انت ما ينفعش تحارب من غير الطيران، تشوط من بعيد عشان تفتح كل الدفاعات عشان تقدر تخش. طيب الموضوع ده محتاج تمرين كتير. طبعا. يعني بتمرني الصبح، بتمرني قبل التمرين، تيجي بدري، بتعمل ايه؟ كان في اول السنه طبعا كنا بنتمرن صبح وبالليل الفرقه كلها، والكابتن اللي كان بيشوف عنده حته ناقصه فيه كان بيجي لنا ساعه بدري او كده. بلس طبعا انه في التمرين بيبقى فيه تمارين مخصوصه للشوتينج، فدي بتساعد اكتر يعني ان الواحد يتمرن اكتر على الشوتينج. طب انا حضرت لكم تمارين كتير بالصدفه يعني في الملعب، وشفت تمرينكم زي الولاد يعني ما شاء الله بنفس الحماس والزق والخبط، ونور ما شاء الله مش سايباكم بيخش بيموت. فيعني كلميني الروح دي جايبينها، هل ده مثلا من سيستم كابتن ايهاب؟ هل انتوا خدتوا عهد على نفسكم ان احنا كل بطوله هناخدها لازم يبقى التمرين هو الاساس؟ بتعملوا ده ليه؟ احنا من اول يعني السنه اللي فاتت، من اول خالص مع كابتن ايهاب جالنا، كابتن ايهاب جالنا قال لنا ان احنا هنتعامل كان احنا رجاله في الملعب، وانتوا عايزين ده عشان احنا عايزين نكسب البطوله. فطبعا احنا يعني احنا الاثنين ساعدنا بعض، هو ادينا حاجات كتيرة قوي، واحنا برضو ساعدناه كتير، وعشان كده وصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي. البطولات يعني شغاله الحمد لله، فلسه ولسه كمان. طب انتوا احنا اللي بينافسنا سبورتنج، مين بعد سبورتنج يا سؤال؟ سموحه. عايزين احسن السنه. بصراحه الفرق كلها السنه دي يعني قد بعضها، ما تبقاش عارف مين ممكن يكسب مين، فالفرق كلها يعني قريبه جدا من بعض. طب هو يعني انا عارف طبعا يعني ان لعيبه الباسكت او لعبات الباسكت بس مش بيبقوا لعيبه، ممكن يبقى فيه مذاكره، فيه شغل، فيه بتعرفوا توفقوا من الموضوع ده، خاصه ان كابتن ايهاب ما بيرحمش. بيضحكوا يا كابتن، بيضحكوا يا كابتن، بيضحكوا يا كابتن، بيضحكوا يا كابتن. لا كابتن ايهاب، لا والله يعني اجازه يعني ايه اجازه؟ ما اعرفش اجازه. لا لما بيلاقي فعلا انه في واحده عندها اكسكيوز او كده، لا سهيله مش والله لا سهيله لا كده عشان الهوا، كلام هوا. عارف ان ما بتاخدوش اجازه، احيانا بيدينا اكسكيوز بس يعني وقت الماتشات بيبقى الموضوع صعب. في التمارين لا، ممكن ان هو يتنزل مره واحنا نتنزل مرتين كده يعني. زي كابتن حمدي الصافي كان معايا قال لهم انا ما فيش، انا اخر يوم، انا اخر يوم يا كابتن، عندنا تمرين، عندنا بطوله كمان ثلاث شهور، انا اخر يوم. فالحقيقه انا عندي مشكله معاهم كبيره جدا، لان هم ملتزم ما شاء الله. عندي واحده في طب وواحده طب اسنان، عندي اثنين في هندسه، عندي اثنين في جامعه امريكيه. يعني دولهم تحت درسك يعني ما شاء الله عليهم، ما شاء الله فيهم، مفيش كليات قمه وفعلا متفوقات. غير بقى المشكله اللي طلعت لي جديده هي سهيله ودينا عمرو، يعني اشتغلوا فما كنتش متعود بقى ان هم اكتر اثنين ملتزمات، بيجوا التمرين صبح وليل ماشي، مفيش تاخير. بس هم فبداوا لسه ملتزمين يا كابتن ايهاب. سهيله ودينا بيتهيألي بيحبوا اللعبه كمان، يعني سهيله ودينا من غير ما هتقول هتلاقيهم. لا ما شاء الله. لا انا انت بتتكلم يعني فعلا ان هم يعني حتى هم لما اشتغلوا برضه يعني لحد كبير يعني باستثناء مره او اثنين. اللي انت بتقوله ده كابتن، احنا ناقصنا اثنين في تجاره ونفتح شركه. لا يعني ناقصنا لاعبات في تجاره بالكليات اللي انت قلتها، هندسه وطب وجامعه امريكيه وبتاع، اثنين في تجاره واحده اعلام، نفتح شركه. التجاره لسه صغيرين دلوقتي. الناس فعلا مش مصدقه ان هم فعلا يعني في طب وفي هندسه ويعني وجامعه امريكيه ويعني وملتزمين كده وبيأدوا الحمد لله. في المعسكر احنا 16 بنت معسكرين، مفيش غياب، تيجي تلاقي الفرقه الثانيه تلاقي 10 او 12. النجاح ما بيجيش سهل. الحمد لله هم عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي والبريشر اللي عليهم، بدليل الحمد لله ان احنا النهارده موجودين. يعني زي ما انت بتقول لهم ان دلوقتي في دعم وفي تركيز وفي باسكت بول بنات دلوقتي، يعني فرقه باسكت بول بنات دلوقتي موجوده وبتنافس بقوه. يعني شفت
التقرير اللي عملناه في الاول، لو انت جيت شفت نهايه المباراه تلاقي نادي سبورت نادي كبير ونادي محترم، هم فرحانين ان هو كسب النادي الاهلي في مباراه تحصيل حصل ملهاش لا يعني جايين جايين على الجد مش مفيده، لكن هو فرحان. السنين اللي قبل كده احنا كناش بنكسب سبورت الحقيقه، يعني كنا بنلعب سبورتنج 6 مباريات نكسب مره السنين اللي فاتت كلها. الحمد لله بقينا بقى في المشوار بقينا ندي من اول يعني ما توليت المسؤوليه واحده واحده مع بعض ان شاء الله. طيب شاء الله. احنا اعزائي المشاهدين طبعا انا هشكر دينا وهشكر نور وهشكر سهيله لانها الحقيقه معايا مجموعه من النجمات، يعني الفرقه كلها لو نقدر طبعا نجيبها بس الاستوديو ضيق فهنضطر طبعا يعني نطلع فاصل سريع عشان استقبل استقبل النجمات الثانيه. بشكر دينا للمره الثانيه وبشكر نور المره الثانيه، بشكر سهيله والف مبروك. شكرا. هنطلع لفاصل صغير وارجع لحضراتكم عشان نستقبل بقيه النجمات بطلاتنا بطلات دوري المرتبط لكره السله للسيدات. We'll be right back.